السلام عليكم الشريفه. السلام ورحمه الله. هاد البلاصه اللي حنا فيها اش كيقولوا لها الشريفه؟ اكادير نيت يوسف. اكادير نيت يوسف. شنو المشكل عند ولدك؟ عنده مشكل ديال الاعاقه مسكين مريض من الصغر. عاودي شويه ما سمعتكش. مريض ليا من الصغر من 6 ديال السنين. اييه. واحد دائما خصو يشربوا. اها. يشربوا طيطح بالكريز. ايوا راك عارف درينا في هاد الزلزال وخرجنا وداك الشيء. رابت لكم الدار؟ شويه. رابت لكم الدار. قلتي الدري ولدك الدماغ ديالهم فراني في الدماغ ديالهم فراني في 6 ديال السنين مرض ليا في 6 السنين بقى هكاك بقى عنده عقل ديال الصغار وقلتي مرة كيطلب لك اللعاب يطلب شي حاجة اللعاب قال لك كما كانوا يلعب تيطلب تليفون تيطلب داكشي ديال العقل ديال الوليدات الصغار هو شحال عنده من عام دابا غادي في 24 غادي في 24 شكون اللي مكلف بهذا الدري هذا انا اللي كلابي انا يا با الله يرحمه مات با ماشي دابا يتيم هويا كاين هاتي وبنتك وهاد الدري ولدك تقريبا هو عنده دابا 24 سنه ولكن في الدين ديالو راه عنده 6 سنين 6 سنين بحال هكا كيفاش كتعيشي معاه اليوميه كيفاش كدوزي معاه النار مسكين كندوز معاه ولكن ولفتو رغم ذلك ولفتو كندوز معاه زعما ما حنا ولكن ولفتو دابا نتوما عايشين غير في هاد القيطون هذا دابا حنا في القيطون في هاد القيطون هذا دابا حنا في القيطون هو ما تقبلش كاع القيطون العيشه ما تقبلهاش قال لك بهاد الدار بهاد التلفازه مسكين دابا هو مولف الدار مولف مولف الدار مولف التلفازه مولف واخا عطيني نمرتك الشريفه نمرتي 06 11 06 11 23 86 90 الدواء كياخذ شي دواء الدري ياخذ واحد الدواء اين هو الدواء الديكريتور هنشوف الديكريتور ها هذا كتاخذي ليش شحال دايره هذا تقريبا هذا داير شي 100 درهم 100 درهم شحال كيدي لي مثلا 10 ايام دابا كل 10 ايام خاصك 100 درهم 10 ايام دابا كياخذ 3 في الشهر 3 في الشهر بحال 6000 ريال خاصك في الشهر هذه دواء الله المستعان الاخوان طلبوا انكم تقدموا يد مساعده هادو من الناس ضحايا زلزال حالات استثنائيه تبارك الله عليكم بالنسبه هذه السيده هنا اسمها الدوار الشريفه هي اكادير نيت يوسف ها اكادير نيت يوسف اكادير نيت يوسف واخا هانتوما الاخوه بحال دابا هذه السيده ما عطاوهاش خزانه هذه عايشه غير هي وبنتها بحال دابا موقفه غير هاد العواد واحد الشكل ترقيع يعني موقفه واحد الشكل شي والصاد والسخونيه وا دايره بوطه حداها وا صعيب شويه الحال انتم الاخوان شوفوا هاد السيده بلاتي باش عليكم السلام باش نحطكم في الصوره ها انتم ها السيده كيفاش دايره دابا ما عندهاش خيمه وهنا دابا الغريب في الامر هادو اللي حداها كلهم عندهم خيمات ها هي دي خيمه هادو عنده خيمة هادي هنا خيمة بلاش هادي خيمة هنايا هادو خيمة دابا هادو هي ما عندهاش هي واحد الناس تا وحنا ما عندهاش ربما جو هاديك هي ومن ساكنة هادي هي وراجلها ولادها هي وراجلها ولادها في هادي ها؟ ثلاثة هي وراجلها وولدها وثلاثة وما يمكنش ولا بلاش حط دقيقة بلاش ما لقيتوش ديرينا هادي هادي ديرينها شي ناس كانوا تيخدموا فيها الطوموبيلات كانوا كيخدموا فيها الطوموبيلات هاد البوجي واو والزم شو قايله بنهار بحال الحمام بالليل مساكن بنهار بحال اش بحال الحمام سخونه اللي مساكن تيدخلوا ليها كينعسوا فيها وا شكون دابا هاد العشه شكون ساكن فيها؟ هي وراجلها وليداتها ثلاثة الوليدات ثلاثة الوليدات مرا وراجل وثلاثة الوليدات وهذيك الشيشة هذيك درناها غير بحال كنبغى نطيبوا نطيبوا شي حاجة كنطيبوها فيها هادي أنا ديالي أنا وليداتي واخ هاد المرا هادي غنطلبوها باش تعطيني النمره قول لي اختي النمره ديال السيده الله يجازيك بخير ها نمرتها 06 93 06 93 56 75 35 35 هادي هي النمره ديال الاخوان اللي بغيت تساعد معاها هاد الدريه بنتك هادي بنتك ياك قولي اختي النمره ديال ماماك 07 زيدي 22 زيدي 48 زيدي 19 03 03 هذه هي النمره ديال هاد السيده اللي مسكينه حتى هي
حتى هي شوفوا الاخوان انتوما بوطا نضيق غالب الله دوار دوار اكادير نيت يوسف اكادير نيت يوسف اكادير نيت يوسف ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.